أهلا بكم إلى موجز الأنباء قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف النظام قرى في ريف إدلب الجنوبي وقال مراسل حلب اليوم إن قوات النظام قصفت بالمدفعية قرية كفرعويد بناحية كفرنبل ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين وسقطت بعض القذائف على بناء مدرسي في القرية ما تسبب بأضرار جسيمة فيه وأضاف مراسلنا أن القصف المدفعي والصاروخي طال أيضا قرى معرة حرمة والتح وحاس وترملة والشيخ مصطفى وقرية أم الصير أفادت وكالة الأناضول أن الجيش التركي أرسل معدات لوجستية إلى قواته المنتشرة على الحدود مع سوريا وأضافت الوكالة أن عشر مركبات محملة بالدعم اللوجستي ومولدة للكهرباء وصلت إلى الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا في منطقة أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورف وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون الى دمشق لعقد مشاورات مع وزير خارجيه النظام وليد المعلم حول تشكيل اللجنه الدستوريه، وقال بيترسون انه يترقب لقاءه وليد المعلم اليوم الاثنين مبديا تفاؤله تفاؤله في تحقيق تقدم في مباحثات تشكيل اللجنه الدستوريه، واكد على اللقاءات المثمره التي جمعته بالمعارضه والنظام في هذا الخصوص، وكان النظام قدم شروطا في الايام الماضيه عرقله الاستمرار في تشكيل اللجنه. بدأت إيران في ترميم مقراتها قرب مدينة البوكمال التي تعرضت للقصف من طيران مجهول قبل أيام وذكرت شبكة عين الفرات على صفحتها في فيسبوك أن ورشات البناء باشرت عملها في الموقع بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وأضافت الشبكة أن الميليشيات الإيرانية أعلنت المنطقة الممتدة من منطقة أصلوي ومنطقة مضيج المكسور في البادية منطقة عسكرية ونقلت اليها مواد البناء عبر الحدود العراقيه بالاضافه الى مكعبات اسمنتيه جاهزه رجحت بريطانيا مسؤوليه ايران عن الهجمات التي استهدفت منشات ارامكو السعوديه قبل ايام وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح صحفي على متن الطائرة المتجهة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بريطانيا تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت أرامكو وستعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين على الرد المشترك حسب وكالة رويترز دعمت القائمة العربية في الكنيست الإسرائيلي مرشح يسار الوسط بيني جينتس وذكرت وكالة رويترز أن القائمة العربية أنهت مقاطعاتها في الدورات السابقة تشكيل الحكومة الإسرائيلية ووقفت إلى جانب جانتس ما يعطيه تفوقا على منافسه بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود شكرا لكم على المتابعة نتابع بعد قليل برنامج جولات